ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية من آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. في الحقيقة بشمهندس نادر توفيق، هذه الآية عندما نقف أمامها نستشعر معاني كثيرة جدا عظيمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضحها بين الزوجين، يعني ولكن مع ذلك في الأونة الأخيرة وخلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، يعني كثرت النزاعات، كثرت حالات الطلاق. الطلاق ليس عيبا ولكنه قد يكون حل، ولكن كثر بطريقة ملحوظة، الخلافات زادت بطريقة ملحوظة. يعني كيف أننا ابتعدنا عن هذه الآية الكريمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بالعلاقة بين الزوجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة في البداية أهنئ حضرتك على فعل هذا البرنامج وعلى لمس أحوال الناس ومشكلاتهم وواقعهم، فهو هذا الهدف الذي من أجله جاء الإسلام. يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام نظام لكل حياة الناس، ما ينفعش يظل محصور ومعزول في زاوية من زوايا المسجد وفي زاوية من زاوية حياتنا، نسيب حياة الناس تمضي هكذا. لأن القرآن نظم كل العلاقات بين الناس بحيث ان هي يعني تكون على المستوى اللي نقدر نعيش فيه في الدنيا في جنه قبل جنه الاخره. وبالذات العلاقه بين الرجل والمراه، العلاقه الزوجيه هي معيار ومقياس لصلاح الانسان او يعني فساده. ويعني شهاده المراه لزوجها من الشهادات المعتبره اللي هي فعلا يعني بتشهد بصلاحه هو او بعدم صلاحه، حتى وان كان يعني متدينا مصليا، ولكن شهاده المراه له. نعم. شهادة المرأة الزوجية، فقد شهدت سيدنا عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشاهد هنا أن الإنسان يعني بعض الناس سئل عن أحد المتزهدين العارفين، قيل له أن فلانا يطير في الهواء. طبعا بشمهندس نادر، يعني احنا برضه عايزين نقول للسادة المشاهدين ونذكرهم أن عنوان الفقرة الأولى من هذه الحلقة: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. نعم. هكذا هو يعني طلبنا الله سبحانه وتعالى ألا ننسى إطلاقا الفضل. أعتقد هذه الآية خاصة بين الزوجين، سورة البقرة عموما: ولا تنسوا الفضل بينكم. وأول الفضل بين الرجل وزوجته. نعم. يعني صحيح. يعني وقد وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. يعني كيف ذلك، يعني ينسى الإنسان فضل زوجته وتنسى فضل زوجها. نعم. يعني هذا الأمر خطير جدا. نعم. لذلك في فعل البرنامج خطورة تهديد العلاقات الزوجية واهتزاز الأسرة وانهدامها في بعض في كثير من نسب. نعم. عالية، نسب طلاق. نعم. عالية، ده بيهدد بخطورة. ونحن يعني بشر ازاي ومسلمين ازاي. يعني النقطة لازم فعلا نقف عندها ونبحثها دينيا، نبحثها نفسيا، نبحثها اجتماعيا، نشوف ايه الغلط اللي ادى بينا لكده. صحيح. ان انهدام مؤسسة الأسرة هيهدم المجتمع ككل. صحيح. يعني هي الأسرة بتعتبر هي نواة المجتمع. نعم. يعني أكتر خير بين مين؟ بين الزوج وزوجته. نعم. صحيح. وأكتر سر بين مين؟ بين الزوج وزوجته. نعم. فهؤلاء اللي يعني انكشفوا على بعضهم البعض وستر بعضهم على بعض. ثم يحدث ما يحدث من نزاع وشقاق وخلافات تكثر حتى تنهدم البيوت بنسبة شديدة. أعتقد حضرتك مولانا الفاضل يعني أن العلاقة عندما تسوء بين الزوجين بيكون لها مردود سيء جدا على الأبناء وعلى نفسية الأبناء. نعم. وهو هدف الزوجين إيه من الحياة؟ يعني ليس هو الهدف هو المتعة فقط، يعني ولكن الهدف هو يعني إيجاد جيل قوي صلب يفهم معنى الحياة، يعي جيدا كيف يختار هدفه في هذه الحياة بطريقة صحيحة، حتى يكون هناك شخص وفرد قوي في مجتمعنا نستطيع أن نعتمد عليه. يعني كيف ننظر إلى صلاح الدين الأيوبي كيف تربى، ننظر إلى السلطان محمد الفاتح أيضا كيف تربى، ننظر إلى القادة العظام يعني سواء قديما أم حديثا كيف تربوا في بيوت تربية صحيحة، تربية سوية. نعم. بدل ما فعلا ما يخرج المجتمع أفراد معقدين نفسيا يحملون عقد النقص وعقد الاعتداء على الناس والعدوانية، بيتصنعوا فين دول؟ بيتصنعوا في البيوت اللي هي لم تنشأ على المحبة والمودة والرحمة. يعني ما نجنيه في المجتمع من عدوانية ومن ضيق ومن يعني خيانات نجدها أنها بتزرع في البيوت أصلا. لما ينشأ إنسان لم يغرس فيه القيم. نعم. ولم يتربى على الحب ولم يرى احترام بين الأب والأم، فيطلع بعد كده عامل إزاي؟ نعم. حاقد على المجتمع، عايز ينتقم.
نعم. فهي دي يعني ثمرة مرة من يجنيها الناس والعياذ بالله نتيجة بعد البيوت عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسول طيب الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب حضرتك يعني ما فيش علاقة بين زوج وزوجة بتكون أبدا ماشية طبيعية، كلها حب وكلها ود وكلمها كلمات رقيقة، لازم برضو العلاقة طول يعني امتدادها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى لازم بيشوبها برضو بعض المشاكل، ودي طبيعة النفوس البشرية. وبرضو يعني لزيادة الحب بين الزوجين لابد أن يكون هناك الملح زي ما بيقولوا كده، اللي هو بيتحط علشان يعني يزود العلاقة ويعرفوا قد ايه ان هم فعلا بيحبوا بعض لما يحصل بينهم نزاع او مشاكل، وممكن يحصل فرقة لمدة ساعات بسيطة او يوم او اتنين، بعدها بيحسوا ان هم فعلا قد ايه محتاجين لبعض وان هم غلطانين ان هم يعني وقفوا لبعض هذه الموقف. اذا لابد من المشاكل حضرتك مولانا الفاضل، طب كيف يعني اذا حدثت مشاكل بين الزوجين يعني ازاي هم يراعوا هذه النقطه بحيث ان الابناء لا يتاثروا بهذه النزاعات؟ نعم. هو المشكلات والاختلافات شيء طبيعي في حياه البشر، شيء طبيعي في حياه الازواج، بس مش هو ده الاصل. الاصل انه بقى الموده والرحمه والسكن، لكن مش هو ده الدائم برضه. يعني لازم بيتم يعني نتيجه كوننا بشر وكوننا يعني نغفل وكوننا بنختلف في الطباع ونختلف في اسمح لي اشرب الشاي انا فاهم وشايف ربنا يبارك فيه، فبيحدث ان يحدث مشكلات. وحتى في بيت النبي عليه الصلاه والسلام كانت هناك مشاكل، مشكلات بينه وبين السيده عائشه مثلا، يعني الحديث اللي هو استاذن ابو بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، فسمع صوت سيدنا عائشه عاليا في بيت النبي عليه الصلاه والسلام. ده سيدنا ابو بكر الصديق اللي هو والدها، فدخل دخل البيت فاذا صوته مرتفع فيقول وانت ترفعين صوتك على رسول الله. يعني والدها ما دخلش ينصر بنته على طول كده، لا، ما هو سيدنا ابو بكر فهم ليضربها، فحجزها النبي عليه الصلاه والسلام، حجزه عنها. ويعني قال ما اردنا منك هذا. حتى في روايه تانية فيها كلام ان هي بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم تتكلمي، تقولي انت او اقول انا؟ قلت له قل انت ولا تقل الا حقا. نعم. فسيدنا ابو بكر ما سمع الكلمه دي قال وانت تقولين الحق، فماذا يقول هو؟ اذا كنت انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم حق فلا تمام. يعني لغايه هنا سيدنا ابو بكر الصديق لم يستمع على الاطلاق من الطرفين. لا، ازاي بس بتعلى على صوت النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده المبدا. فيعني على النبي ولا على زوجها؟ هي ترفع زوجها على النبي، على زوجها، على زوجها. نعم. عشان احنا برضه عايزين ندي المثل للكل. نعم. يعني ان رفع صوت الزوج على النبي، كان خلاف مع النبوه، خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، وان كان هو كشخص عظيم اساسا. نعم. نعم. لكن هي المراه في طبيعتها ذلك. نعم. فاذا حدث منها وجدت سيدنا ابو بكر يستمع يعني يرفض منها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحجزه عنها ويقول له لقد اردنا منك غير ذلك، مش جايينك عشان تضربها. يا سلام. استحلفك بالله ان تخرج. نعم. اخرج ابو بكر. نعم. يعني ايه؟ فخرج سيدنا ابو بكر ثم اصطلح. يا سلام. نفس قعد يراضيها وهي ترضيه، فدخل عليهم ابو بكر في مره ثانيه فوجدهما يصطلحان، فقال ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. يعني في مش عارف ايه مدعو، وفي الشر مدعو، وفي الخير منسي. قد ايه العلاقه جميله جدا، يعني شوف الصحابه ازاي كانوا بيتصرفوا مع بعض، يعني كانت حياتهم مثاليه الى ابعد حد، حتى اذا كان في خلاف بيكونوا مثاليين في خلاف جميل جدا. يعني احنا المشكله ان يقع خلاف، لكن كيف نديره؟ نعم. كيف انه زي ما قلت حاجه ان هو بيبقى زي الشطه كده او زي الملح في الايه في الطعام، بيحلو العوده بعده. أيوة. ويحلو الانس بعدها، لكن ما بيبقاش الحياه كلها ملح. لا طبعا، ما بيبقاش كلها خلافات، وهو غالبا سبب الخلافات وسبب المشادات اللي في البيوت سوء الظن من الطرفين. يعني البرمجه الخاطئه اللي بنتبرمج عليها من الصغر، او في مجتمعنا بيبرمج الناس، يبرمج الزوج ان هو ايه لازم يذبح لمرات القط. دي عادات وتقاليد بقى سيئة للأسف، لازم يعني يقهرها ويعلمها ان هو اللي ايه اللي يعني ما يعني يعني ودي عليها. وده حضرتك كويس قوي ان حضرتك اثرت النقطه. نعم. دي برضو عشان نذكر الساده المشاهدين، لان هذه الجزئيه هي برضو من ضمن المحاور اللي هنناقشها ان شاء الله في الفقره الثانيه اللي هتبتدي حوالي الساعه 3. الزوج اللي بيقهر نفس الزوجه بدون اي اسباب، زي ما احنا كنا بنسمع في الامثال والاعراف، اذبح لها القطه في ليله عرسها. نعم. او هي نفسها تقول ايه يعني زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، يعني عايزه هي تبرمج زوجها على هواها. ما احنا كل واحد داخل معركه بقى. نعم. كل واحد عايز يجيب الثاني للمربع بتاعه.
ويبرمجه ويربيه تاني على الهواء، واحنا داخلين معركه؟ لا، احنا داخلين على توافق اصلا مبدئي فيما بيننا، متوافقين بحيث نتعاون على يعني السكن وعلى الموده والرحمه. فاي تصورات خاطئه يعني يمأمن الرجاله يمأمن الميه في الغربه. في شويه امثله عايزه الحرق في مجتمعنا، امثله بتوقع بالنسبه بتربي الناس تربيه خاطئه. فبتخلي يعني العلاقات كل واحد بقى بايه بينظر للطرف الثاني نظره يعني نظره تحدي، نظره تامر عليه. احنا داخلين مش داخلين نتخانق، لان داخل لما يكون بره في خناقه ودنيا ورعه اجي البيت اجد فيه ايه؟ الواحه الامنه. صحيح. اجد فيه السكن. فلازم قبل ما نتجوز نراجع تصوراتنا عن الزواج ايه. المراه يعني هل هي مثلا خادمه عندك؟ هل المرأة يعني غنيمة انت اغتنمتها في بيتك؟ جوزك ده هل هو مثلا صرف بطاقة ATM بس مجرد كده والباقي مالوش لازمة؟ ولا يعني خلاص اتجوزه وخلاص عشان ضل حيطة ولا ضل راجل؟ ضل راجل وضل حيطة؟ يعني شوية لازم نصحح المفاهيم، نصحح المفاهيم الأول. الجواز يعني النساء شقائق الرجال. يعني أنا عايز أخلي كل حد ما يعني يتكلم في موضوع الزواج أو يقبل عليه كأن عندك ولد وبنت. انت هتجوز بنتك لحد. فهل الحد ده يعني ترضى ان هو يهينها ويقهرها ويستعبدها ويستخدمها؟ لا طبعا. لا، انا فاتكلم عن المرأة بهذا المعنى، احب ان يصونها ويحفظها وان يؤدبها ويكمل دينها ويعينها. مفيش مشكلة، ده هذا تصوري بنتي. كذلك بالنسبة لو ابنك هيتجوز واحدة، هل مثلا تتخيل ان ترضى ان المرأة ده هي زوجة ابنك؟ يعني تخليه في البيت ملوش لازمه، او ان هي تلغي شخصيته، او ان هي مثلا تفرض ارادتها عليه؟ هذا لا يرتضيه احد. او مثلا تتكاسل وتتقاعس في بعض الامور الخاصه يعني بيها، ويبدا هو بقى يحاول يعالج الجزئيه اللي فيها يعني شويه نقص كده من الزوجه، ان هو يبدا بقى البدايه تصحيح التصورات والمفاهيم عن الطرف الثاني. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. دايما المعامله في البيوت تقوم على الفضل مش على العدل. حقي وحقك، لا يا سلام، انت في المعامله هناك فرق بين الفضل والعدل. طبعا العدل حقي وحقك، قد ايه بفضل ايه؟ لا ده حقك خد كمان زياده عليه. ده واجبي انا متنازل عنه. او التغافل، او التغافل طبعا. 19 لحسن الخلق في التغافل. نعم. فيعني كما نرى حياه النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده الطبيعي العملي لكل النصوص، كل الايات القرانيه مطبقه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام حتى في بيت سيدنا علي في 66 فاطمه. طبعا اذكر حديث البخاري. نعم فعلا، عندما اشتكت السيده فاطمه يعني كسرت الاعمال في منزلها. نعم، سيدنا علي كان شغال برضه، هي شغاله وكانوا تعبانين. يعني برضه ما تجيش تقول الكلام ده كلام الناس المرتاحه، احنا شقيانين وتعبانين. لا، كانوا اصحاب زوج بنت النبي عليه الصلاه والسلام طحنت لحد ما يعني اشتكت، وسيدنا علي شال الماء على ظهرها حتى اشتكى. الابطال دول اشتكوا. مش الكلام، الدين ده مش الاغنياء بس ولا الناس المرتاحه بس، عشان الكسلانين اللي عندهم خمول يعني يقول لك لا الدين ده خلينا احنا شقانين وتعبانين، يعني كانه متاح لنا شقان او تعبنا ده يتيح لنا ويحل يحلل لنا ان نصدم الناس وان نشقى انفسنا في بيوتنا. نعم لا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يوقد في بيته نار 3 شهران، وكان بالتمر والماء. المقصود لا يوقد نار في بيته، انه ما كانش ياكل خضار يعني. ميه وتمر. يعني ليس الدين للاغنياء فقط، لا، الدين يعالج مشكلات الامه كلها، اغنياء وفقراء. سيدنا علي رضي الله عنه هو السيده فاطمه كانوا في تعب، هم افضل بيت، بيت افضل بيت بنت النبي وابن عمه. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني راح يساله في السيده فاطمه يسالها عن سيدنا علي، قال اين ابن عمك؟ قالت غضبني وخرج ولم يقل عندي. زعلان مني سيدنا علي عبد السلام فاطمة. حصل يعني وجود الخلافات شيء وارد جدا. غضبني فلم يقل عندي، ما عملش القيلولة عندي وخرج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعت واحد يبحث عن علي، فوجده نايم في المسجد، ويعني التراب جه عليه وايه حتى سقط رداءه. التراب جه عليه ونايم في المسجد، فراح له النبي عليه الصلاة والسلام فقال أغضبتك؟ قم يا أبا تراب، قم يا ابو تراب. كان احب اسم لسيدنا علي ابو تراب. يا
يعني هي غضبتك بنتي غضبتك قوم قوم تعالى تعالى سيدنا محمد يصالحوا عليها وايه يرجعوا البيت. فيعني مش بقى عملت كده فيقوم سيدنا علي يحلف عليها اليمين ولا يقول طب طبعا هقفل عليها طبعا هعمل ولا فيها ولا والدها يا والدها يتدخل ده والدها يتدخل ازاي ينصر بنته على زوجها بدون ما ان يعرف الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله الدعويه نعم ورغم هموم الفرس والروم والمنافقين واليهود والحاجات حاجات حاجات في الزيره نعم. نعم. رايح بيزور بنته فين ابن عمك نعم مش بيقولها فين نعم. زوجك فين ابن نعم. عمك نعم. يعني هو يروح يجيبه من المسجد وابا تراب برضه لما اشتكوا على موضوع عايزين عبد سيدنا عائشة سيدنا فاطمة راحت النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه عبدا حتى يكون بخدمة هي كانت تعبت بقى من موضوع مسك الرحايا والطحن فأديها يعني حصل فيها مشاكل راحت تطلب ايه راحت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه ايه يعني خادما بعد ان سمعت ان جاءه سبي نعم فما لقيتهوش لا سيدنا عائشة نعم قالت لها قولي له ان انا اجيت اسأل عنه نعم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم زارهم في البيت وهم نايمين قالت قد اخذنا مضاجعا سيدنا فاطمه جنب سيدنا علي فلما شافوا النبي داخل عليهم اوضتهم عاوزين يقوموا قال له خليكم على على على, على وضعكم او على حالكما وجلس بينهما وربع سيدنا علي حتى وجدت برد قدميه في صدري شوف قريب او النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصده ان هو كانوا نايمين ايوه امام النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بقى النبي عند رؤوسهم وهم نايمين قاعد عند رؤوسهم هو ابنه وبنته نعم يعني فجلس بينهما وقال اعرف ان هم زعلوا عشان سيدنا محمد منع عنهم ايه الخادم اعطى الناس الغرب نعم بس ولاده واهله ما ادالهمش عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه شوف برضه العدل والقدوه فلما يعني قال الا اخبركما عن خير لكما من خادم احسن هم محتاجين نعم بس اداهم زاد اعلى من كده تكب اذا اخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وسبحها 33 واحملها 33 يكن خير لكما من خادم يا سلام وهي الامور كلها لا تاخذ حوالي دقيقتين فقط يعني بس المعالج جميل في معالجه النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام مش يعطيهم لا ما اعطاهمش ولكن اعطاهم ما هو افضل من ذلك وبعدين يفضي من وقته ويروح يزورهم في بيته وبعدين هو النبي فضيهم انتباه وتعظيم سلام لا اقعدوا انا على منهم سلام فيعني المعامله بهذه البساطه بتمشي الحياه رغم ما فيها من مشاكل رغم ما فيها من صعوبات رغم ما فيها من ضيق وقله لكن المشكله لما يبقى الضيق في النفوس نعم صحيح المفاهيم الغلط في الادمغه يبقى كل واحد عايز يقهر الثاني والعياذ بالله وعايز يمتص يعني عصاره يعني تعب الثاني بدون مقابل لا كده البيت ما تقومش كده احسن اللي يعمل كده ما يتجوزش احسن ده حضرتك بقى يعني انت لو سمعنا عن الفكر او الحركه النسويه اللي بتدعو المراه يمكن قبل الزواج حتى ان هي تبدا تفكر ازاي ان هي يعني تتغلب على الرجل اللي هو الزوج بعد كده في المستقبل وازاي هتقف قدامه وما تكونش مسكينه وغلبانه زي ما بيدعوا يعني هم بينظروا ان الزوجه دايما بتكون قدام الزوج ان هي مسكينه وغلبانه فبالتالي بيقدروا ان هم يقووها بطرق معينه وده سبب رئيسي على فكره من اسباب الطلاق المنتشر جدا دلوقتي للاسف هو مش منتشر طبعا يعني بنسبه كبيره ولكن هي نسبه بسيطه ولكن دائما النقطه السوداء في الثوب الابيض هي اللي بتظهر يعني نسب الطلاق زادت بين الشباب حضرتك يعني نقول هو نتيجه توصيات النسويات وتوصيات الذكوريين اللي بيوصوا بعضهم البعض ايه اللي بيحصل البلاء اللي احنا حاسين نعم شايفين ده النتيجه حصل استقطاب نتيجه استقطاب احنا مش نعم. داخلين نتخانق يا جماعه لو داخلين نتخانق بلاها احسن نعم ما نتجوزش نعم لكن احنا داخلين عشان موده وسكن ورحمه فشوف ايه اللي يؤدي لهذه الامور واذا حدث مشكلات بنعالجها بالاسلام كما بينا نعالجها نعم. بالتغافل ستنا عائشه ستنا عائشة وستنا حفصة نعم النبي عليه الصلاة والسلام أنا دايما عايش في هذه الوقائع والنماذج بتطيب حياة الإنسان وبتخليه نعم. مهما مر بيه مشكلات يقول إذا كان حدث هذا في الجيل الأول فبياخد منه الإيه؟ القدوة القدوة بياخد نعم. منه ما يصبره ويهون صحيح. عليه صحيح المرأة ستنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخرج غزوة كان بيعمل قرعة بين نسائه مين يخرج؟ بنشوف العدل مين يخرج معاه في الغزوة؟ نعم كانت تخرج معاه في الغزوه طبعا دي كسبانه بقى خارجه الغزو غزوه غزوه يعني فيها موت وقتل نعم. لكن هي خارجه مع النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فعمل قرعه فطلع ستين عائشه وستين مين؟ ستين حفصه بنت سيدنا ابو بكر بنت سيدنا عمر نعم طلعت القرعه عليه فهم الاثنين خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام شوف الحبيب عليه الصلاه والسلام كان وهو راجع بقى من الغزوه اللي هو ماشي في الطريق يعني قبل مفيش حرب ولا حاجه كان بيعمل ايه؟ ما يسيبش اهله لا كان يمشي بالجمل بتاعه
جنب جمل ايه ستين عيش رضي الله عنه. يعني يتمشى معها يؤنسها يؤنسها نعم. شوف شوف يحسسها ان هو زوجها في حرب نعم. بعضنا بيبقى عشان معاه الموبايل قاعد ملهي فيه مكفي عليه مش عايز يبص في وش زوجته، ده بيبقى حاجه يعني حاجه خيبه يعني نسأل الله العفو والعافيه. او بيسهر كتير مع اصدقائه في الخارج انت حارمها نعم. حارم زوجتك فهتعمل فيك ايه يعني؟ ولان دي نقطه فعلا حضرتك اثرتها ده كويس جدا، يعني ان اغلب الزوجات برضو بيشتكوا اكثر شكواهم ان جوزي بيسيبني وبيطلع يقعد مع اصحابه بيسهر على القهوه بيعمل رحلات وبيسافر ومهيص نفسه متع نفسه ويسيبنا احنا. دي اغلب المشاكل على فكره بتيجي من هنا. في كوميكس قريته جايبين نور الشريف بيقول فنانه في صوره كده بيقول لها يلا بينا نخرج نرمي الزباله مع بعض يعني في الساعه اخرى نعم. هي فرحانه وبتاعي نخرج وخلاص أيوة. يعني هو حتى لو نرمي الزباله احيانا نعم. واحد يقول لزوجته يلا بينا نصلي العشاء مع بعض تلاقي زوجتك لبش في ثواني والله لبس خارجه تتمشى تصلي العشاء. تبقى علاقه جميله جدا على فكره ما يكون علاقه بين الزوجين هي المسجد يعني. اذا الواحد فشل في اداره هذه العلاقه نعم. ما تقولش بقى هيدير علاقته في شغل ولا هيدير علاقته بالمجتمع ولا هيدير علاقته بدوله. صحيح. لنجاح خيركم لأهلكم لاهلي وانا خيركم لاهلي. المقصود هنا الاهل هي الزوجه طبعا او الاولاد طبعا وليس الاب والام ايضا وكذلك برضو الاب والام يعني نعم. الأم لكن هنا بس ممكن حد يفضل يقول لك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه فانا بفضل زوجتي عن ابويا وامي. التفضيل ده عدل يعني؟ والتفضيل ده عدل ما ظلم يعني اللي عايز يظلم على فكره بالسهل يعني نعم. فالشاهد ان هو كنا بنقول ايه يعني بنتكلم عن موضوع يعني العلاقة بين الزوج نعم. والزوجة وإن هما لازم نعم. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج لغزوة في الغزوة صحيح. فكان بيسير بجوار زوجاته اللي هما وقع عليهم القرعة عشان يخرجوا معاه في الغزوة نعم. كي يؤنسهم في المسير مش مشغول نعم. خلاص شوف ده جزء من اهتماماته نعم. يمشي مع ستين عائشة في الجمل يمشي جنبها في الجمل بتاعه ويتكلموا معاه فكان حصل مرة واثنين فستين حفصة ممشيش معاه طب مش معاك عيشة فعملت ايه الصحافه الذكيه برضه قالت لعائشه قالت لها ايه رايك يا عائشه رضي الله عنها جميعا تبدلي جملي بجملك ونشوف مين فيهم اجمل يعني النبي يتلخبط ايوه هو ده اللي حصل فعلا ان هي نبدل نشوف الجمال انهي جمل احسن عائشه قالت لها ماشي على خاطر على نيتها ستين عائشه صغيره في السن شويه رغم انها ذكيه جدا ستين عائشه ام الذكاء كله ستين عائشه رضي الله عنها وارضاها فوافقت شوف عملت ايه بعد كده نعم فستين حفصه ركبت على جمل ستين عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم لما جه زار ايه؟ لقى سيدها حفصه. فاتكلم معاها وخلاص وايه؟ وهي ستين عايشه باصه كده ما جالهاش. فعرفت بقى. فعرفت فقعدت تلوم نفسها لوم، عارف عملت ايه؟ قالت فجعلت اضع رجلي في الاذخر. تحط رجلها في الاحراش. واقول اللهم سلط علي عقربا يلدغني. حتى اموت. يعني ايه؟ بتدعي على نفسها. ايه اللي خلاني اقبل نصيحه حفصه؟ ايه اللي خلاني اقبل ان انا ابدل الجمل بتاعي بجمل حفصه رضي الله عنهم وارضاهم؟ ماذا اقول له؟ هذا هقول للنبي ايه؟ مش عارف اتكلم معاه، هقول له ايه؟ ما هو حبيبي. يعني ماذا اقول صلى الله عليه وسلم؟ فشوف النفوس عامله ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معاهم ازاي؟ وبيحبوا النبي لاي مدى؟